بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية طلب مني في أكثر من مناسبة أن أتكلم عن لابتوب من اللابتوبات المتميزة في عالم اللابتوبات، ولكن قبل أن أتحدث معكم عن هذا اللابتوب أريد أن أعطي ولو شيء بسيط لإخواني وإخواني وأخواتي من المكفوفين نبذة عن لابتوب ThinkPad. ThinkPad هو لابتوب من شركة في الأصل هي اسمها شركة IBM، وهي من الشركات الرائدة في مجال الحاسوب، وهي من أقدم الشركات التي قدمت حواسيب العالم. وهذه الشركة انقسمت في 20 سنة أو 30 سنة الأخيرة إلى قطاعين، قطاع الThinkPad وقطاع الIdeaPad. قطاع الThinkPad يهدف إلى تزويد السوق بلابتوبات ذو جودة جدا عالية في التصنيع، وجودة خلينا نسميها جودة رجال الأعمال ورواد الأعمال. ولكن من ذكاء طبعا، والIdeaPad تهدف إلى جودة الأشخاص أو الهوم إديشن أو البيرسونال إديشن، وهي جودة الاستخدام الشخصي، ونراها في الIdeaPad ذهبت أو اتجهت إلى الجيمينج لابتوب والأمور هذه. في الThinkPad نرى تقسيم جميل، فهي قسمت اللابتوبات إلى حروف، كل حرف يهدف إلى نوعية معينة وهدف معين من هذا اللابتوب. فمثلا نرى البي وهو من أعلى اللابتوبات حيث يصل إلى 64 جيجا رام، وليس الهاردسك، أنا أتكلم عن الرام. لما يصل إلى 64 ننظر إلى السرعة والجودة التي يقوم فيها اللابتوب للأعمال. أيضا التي وهو لابتوبات المكاتب، لابتوبات المكاتب تهدف إلى القيام ب لابتوبات المكاتب تهدف بالقيام إلى تزويد السوق بلابتوبات تخص الأعمال المكتبية في المكاتب الحكومية وغيرها. لابتوبات الإي اللابتوبات الاقتصادية الرائعة، واليوم بنتكلم عن لابتوب وهو اسمه E14 من هذه الفئة. أيضا لابتوبات الإكس وهي لابتوبات صغيرة وتهدف إلى السفر. المهم نرجع إلى لابتوبنا وهو E14 ذو i5 و i7، موجود الجيل العاشر اللي عندي i5 2020 إصدار. من الخارج نلمس المعدن الفينيشينج المعدني وهو الألمنيوم. أيضا من الداخل يحمل شاشة 14 بوصة، وأيضا هنالك الشحن بالتايب سي، وممكن استخدام التايب سي كمنفذ لسماعة مثلا أو لتشحين الموبايل، ولكن اللابتوب هنا يشحن بالتايب سي وموجود على المنفذ على اليسار. بعد منفذ التايب سي نجد اليو اس بي 2 يو اس بي اي،
ونجد ال HDMI in ونجد ال 3.5 كومبو اي مايكروفون وهيدسيت وهيدفون مع بعض. من الجهة اليسرى نجد ال ايثرنت ونجد ال USB الثالث ونجد التاتش باد الذي تتميز به لابتوبات الثينك باد مع الدائرة الحمراء الموجودة في وسط الجهاز. أيضا نجد فراغات الأزرة جيدة، نجد إزرار الفانكشن وإزرار الكنترول وإزرار الويندوز وإزرار الالت على اليسار، ثم الاسبيس والالت والبرنت سكرين والكنترول على اليمين في السطر الأسفل. ليش أنا حددت السطر الأسفل؟ لأن وايد ناس يحبون يعرفون شنو في السطر الأسفل. هنالك الشيفت والإف 10 بالرايت كليك وليس إزرار مستقل. أيضا الإفات تشتغل مباشرة، وإذا لم تشتغل مباشرة تضغط FN وهروب اسكيب يعني يفتح معك وظائف الإف ويجعل وظائف الفوليوم مع الإف إن. أوكي. أزرة مثل ما قلت لكم الفراغات بينها جيدة لاستخدام الكفيف. البصمة موجودة مدمجة مع إزرار الباور، فهاي ميزة جدا رائعة. ساعات بمجرد لمس الباور يشتغل معاي اللابتوب. شكرا، هذا كان استعراض. طبعا يأتي مع ويندوز 10 بروفيشنال، يأتي أيضا مع 256 SSD M2 ويأتي مع 8 جيجا رام. أنت ممكن تسوي 16 جيجا رام أو 24 أو 32 حسب ما تبي. طبعا سلود واحد للرام وسلودين للهارد ديسك. هاي كل المعلومات اللي حبيت أشارككم إياها مع ال أشارككم مع اللينوفو اللي قدامي. شكرا لكم، كنتم مع عالم كفيف تقني، استعراض سريع لللينوفو ThinkPad E14.